وعلى غبات اللي بهالو غسلت نفسك يا غبي. مين هيجيب مين يا طوى؟ العب في بره. تمسكوا مني ليه؟ بتاخد مني ليه؟ هيجيبني احمد دلوقتي هيطير الطاقه دي وهنروح نصيد بعض حالا. يا جدعان على مهل اغمز بقى، خلي بال احمد بيطير الطاقه اهو، وهنروح نصيد حالا اهو الطياره اهي. هو يمسك دي وانا امسك دي باذن الله، وهنروح نصيد بعض حالا. الطاقه دي بتاعها حلو اهو جميل، ده ذهبي ان شاء الله نعمله في الطاقه الازاز ال 4 متر الخطه الجايه. اه يلا احمد اهو طير الطياره واتنصبت اهو تمام. احمد بيطول الطاقه دلوقتي، الله هتروح هتروح خفش، عايزه بس شويه هوا بساط وخلاص يسيبه معاه خيط اهو. طبعا احنا دلوقتي هنصيد بعض، احمد هيمسك النجمه دي اللي هي فوق ده تمام، اللي هي ده تمام، وانا امسك دي تمام، وهنقوم صايدين بعض حالا اهو تمام، وهيبقى فيديو باذن الله حلو. يلا عايش عايش يا جدعان. يلا ابو حميد عشان هنصايد. يلا يا اسطى يلا هتروح انت تمسك التانية ونصايد. عايزين احمد بقى يمسك، يمسك التصوير كده عما نشوف احمد ويرجع معانا. هنروح على احمد، طبعا احمد بيطلع قدام بس انا ارمي عليه اهو. رميت عليه رميت عليه رميت عليه. يلا 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 صور عادل. يلا ركز في الكاميرا، صور وانت باصص في الكاميرا، صور وانت باصص في الكاميرا اه. يلا كمان يلا يلا. طبعا احنا لسه ما لفيناش. يلا يا احمد يلا. واو 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 اوعى على غبات اللي بهالو. صور الطيارات صور الطيارات طبعا اه اه اه. هادي يلا 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 هتلم يلا 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 كده هتاخد نسل، هتاخد نسل يا غبي. صور اغلبيتها الطاط واحنا برضه ماشي. نزلت نفسك يا غبي. طبعا انا معاه. لم 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 عشان تعدي. يلا اوعى يوسف اوعى يوسف. ارجع ورا. طبعا انا رميت كتير ومعاه خير. يلا طب ماشي يلا يلا لم بقى يلا تعالى اوعى بقى هنلم بقى هنلم هنلم يلا الطيارات يلا لم السرير صور لم على السرير لم على السرير. طب يلا يلا لم لم لم. مين هيجيب مين يا طه؟ طوى يا هل طوى. نزل ارفع انت بقى يلا لم بقى يلا. واو 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 يا يوسف لم لم تعال تعال انت مش عايز تاخد ناس. ياسين ويوسف نايمين على الارض هم قاعدين هناك طبعا، والطيارات هناك ده في طيارات انا مش شايف اي طيارات. استنى يا ابني بقى اما نشوف. راح ينادي اخوه ايه بس انت هو هلا. بصوا العيال عاملين ايه، شابكين في بعض ازاي العيال، شابكين في بعض ازاي الله يديم. الواحد واقف في الشمس اصلا ومش قادر خالص، الشمس شديده، هم قاعدين يعملوا في بعض ايه الله يهديهم. الفيديو طول على الفاضي واحمد ما بيعرفش يصور قوي، واحنا نجيب حد يصور. هقول لك على حاجه حلوه، انا هعمل كادر ثابت
اعمل كادو ثابت ونطلع احنا قدام، ايه رايك؟ بس كده يا بلد احنا تعال انت اقف هنا بقى شويه بس كده، خلاص ما تتحركش بقى عن هنا. بس يا اسطى عايز تطلع قدام شويه ماشي، ما تتحركش عن هنا بقى. خد يا سيه هات يلا عشان هنصور، ما تتحركش عن هنا بس كده ولا حوجه لاي حاجه. بس يلا بقى ما تلعبش في حاجه. يلا يلا بقى بس وانتوا كده. يلا ارفع انت بقى، ارفع انت. هو سيبه بقى، سيبه بقى. هو يا عم يلا لم بقى. اوعى بقى انت، انت تمسك مني ليه؟ سيب يلا مالكش دعوه انت. تلعب في بره يلا نم. انت بتلم بتطلع عليك. اقعد بقى. ولا انت يا ابني بتمسكوا مني، تمسكوا مني ليه؟ لم يلا بسرعه. على تعال تعال يا بس تعال. الطياره هات انت، انت بتاخد بتاخد مني ليه؟ هيجيبني. لا 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 اقعد. بتاخد مني ليه؟ هيجيبني. اهو جابني بسبب ذكاء. لم ياض بسرعة يا اهو جابني عشان تستريحوا خالص. لم ايه بس؟ جابني جابنا خلاص. الله يهديكوا. عايزين ويزف كانوا بياخدوا مني. يلا يا عم عادي. بس يا ابني بتشد على ايه؟ بتشد على ايه ده بقى؟ ايه ده؟ يلا كمل. هنلعب نسلات يا عم، نلعب نسلات. ياسين ويزف اصلا كانوا بياخدوا مني. ستعدوا. ما تاخدوش مني تاني بقى، ما تقعدوش تقرفوني في عشت. نزلته بس هو يتعب نفسه انت. الله يهديكوا الله يهديكوا. تعالوا هنا تعالوا هنا. الله يهديكوا. اصبر يلا اصبر. هنلعب نسلات احسن يا اسطى. احنا هنلعب نسلات بقى. ياسين ويوسف اصلا كانوا شغالين يلموا مني وقرف يعني. هنلعبوا نسلات. هنلعب نسلات. احنا بقى هنجيبهم. مش هتلموا، انتوا تبعدوا عني. بس. يلا يلا هنلعب نسلات. دلوقتي هنقفل ونصور. طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل ولايك وشير وسبسكرايب. هنقفل الفيديو ده ونصور فيديو مصيده حلقه، قصدي نسلات، نلعب نسلات قصدي كده. فيديو المصيده خلص الحمد لله.